راه كل ما شاد الجمعيه اللي مازال شاد هذا الحدوث وكل واحد مشى بحالو. هذه من جهه. الجهه الثانيه عندي الفرقه تاع الحدوث من 1990، عندي الجمعيه وعندي الحدوث. شحال من ملف حطيت في وزاره الثقافه؟ يعني علاش بغيت نهضر بالعربيه؟ حيت كاين مسؤول تاع الثقافه عربي ماشي شحال، يعني ماشي فهم ماشي فهم ستين. حطيت شحال من ملف؟ ما عمر ما عطاهم حتى ريال. وعندي الجمعيه من 1990، ودائما الجمعيه كاينه ودائما الحدوث كاين. هذه من جهه. استنى الجهه هاكواك، مشينا الجهه، مره يعطيونا 100,000 ريال، مره ما يعطيوكش. واش هذا الدعم؟ هذا العام عام الاول ما عطاوني حتى ريال، نساوني كاع. وكنحط الملف قانوني، الملف كنحطو على حق وطريق، المسائل كلها مضبوطه، الفاكتورات وكل شيء. عطاوني عام الاول 200,000 ريال، والعام الاول عام الاول ما عطاوني حتى ريال. هذا عم نعاود ما نعرف. الحقيقه هي هذه. اما وزاره الثقافه شحال من حطيت؟ مكناس في الحجب، عندنا انا من الحجب، انا ملخم في الحجب، ما عمرهم عطاونا حتى ريال، ما عطاوناش. كيما قالوا شلوح، مش اليونا قرايين؟ كان اليونا وقرايين كان. باش نفهم لك استاذ، الا درنا شي واحد اللي غيكون مسؤول علينا الفرقه قريب كياكلنا حنا، درنا اللي ما قريش كياكلوا عاود هما. ما كاينه كاينه. شوف عندي افراقي تاع حيدوش راه غيبقاو هكا دائما دائما غيبقاو هكا، راه ما كاين لا دعم لا والو. باش ما نبقاش والدعم حتى الا كان من وزاره الثقافه كيعطوا اللي بغاو، كيعطوا اللي بغاو. واش الجمعيه اللي من 1990 وهانت كتشوف محافظ على التراث على الخيمه على كل شيء، على التراث كامله كنحافظ عليها، وكنكمل من جيبي ونعطي من جيبي. يعني علاش غير على وجه الثقافه نتاع الامازيغيه؟ وكل ما سميتو كون مشيت انا بحالي ورقيب لي تمشي بحالي. انا باقي شايف فيه تشوفوني مازال، لان ما كانش هيا لا هي الحقيقه. الا ما عاودتوناش وعاودتوا الفرق مساكن شنو عندهم؟ ما عندهم والو. شكرا سي حسن، شكرا. لا شكرا سي حسن.